تعال نروح لملف اخر وهو يتعلق بالاعارات. هل في حد من لاعبي النادي الاهلي طالع اعاره الفتره الجايه؟ الامور ماشيه ازاي؟ تعالوا نبتدي بمحمد محمود وكريم نيدفيد، اتنين من ابرز اللعيبه، بس النقطه ان هم راجعين من اصابات طويله. هل تم حسم ملف رحيلهم عن النادي الاهلي اعاره؟ لو هم مشوا عن النادي من النادي الاهلي هيبقى اعاره، ما فيش بيع خالص طبعا للاثنين، لان الاهلي عارف مدى قيمه الاثنين الفنيه واخلاقهم طبعا العاليه، ولاعيبه مميزه جدا واكيد اضافه بالنسبه للنادي الاهلي، لكن ممكن يكونوا محتاجين وقت شويه عشان يستعيدوا الفورمه بتاعتهم المميزه بامكانياتهم الكامله عشان يكونوا اضافه للنادي الاهلي. حط بقى في الاعتبار ان محمد محمود وكريم نيدفيد مركزهم هو مركز عمرو السوليه. يعني اللي هو ايه؟ انت محتاج حد مع عمرو السوليه في المركز ده، يعني من الوارد ان الاثنين يطلعوا اعاره او واحد بس منهم، ولسه ما تمش الاستقرار بشكل نهائي حتى الان، يعني ممكن تلاقي في الاخر الاثنين مكملين مع النادي الاهلي. بالمناسبه انا كنت حريص جدا ان انا احضر تدريبات النادي الاهلي اول امس، رحت حضرت اخر نص ساعه تقريبا، كان في تقسيمه قويه كانت حوالي 45 دقيقه، انا حضرت اخر نص ساعه على الملعب كله تقسيمه، وكانت مميزة، كل اللعيبة شاركت بشكل مميز، اللعيبة الموجودة طبعا دوليين مش موجودين. فبالتالي كريم نيدفيد واقف على رجله جدا ما شاء الله عليه، يعني واقف على رجله، واضح ان هو كان مهتم بنفسه على مدار الفترة اللي فاتت بما يتخللها الاجازة اللي حصل عليها الفريق ككل، فعمل اداء كويس جدا في الملعب، وبدنيا كان واقف على رجله بصراحة. محمد محمود كمان كان كويس جدا جدا، ولسه اللمحات الفنية المميزة بتاعته موجودة، يعني في اكتر من لعبه كده عملهم بشكل رائع، الناس سقفت له بصراحه بالنسبه لمحمد محمود. فالاثنين واقفين على رجلهم والاثنين جايين، حته بقى ان يخرجوا اعاره ما يخرجوش لحد دلوقتي، الملف ده ما اتحسمش بشكل رسمي. من الوارد كل شيء ان الاثنين يطلعوا اعاره او واحد فيهم يقعد او الاثنين يقعدوا، هنشوف الامور ايه اللي هيحصل فيها، وده طبقا للحسابات الفنيه الخاصه بمستر بيتسو موسيماني.